عدل المخطط هذا؟ عدلت المخطط مع صورة؟ ايه ما صورة انت تكلم ما في كويس، انا ثاني مخطط سبله. حلو، هذا المخطط. ايه هذا خف بعير ولا مخطط؟ وش خف بعير هذا؟ خف بعير ما تعرفه؟ هذا يعني استراحة. استراحة، يعني الحين انت، يعني الحين انت مسوي انك معدل، الحين معدل الحين. ها طيب، معين ندخل، معين وين البوابة؟ هذا بوابة. بعدين هذا مجلس. ايوه رجال مجلس. هذا بابينا. ايوه هذا قلت. هذا وش صغيرات هذول؟ هذا سهانة. لا والله صحون. إيه سهون. وراي. إيه. طيب بعدين هذا باب موجود. هذا هارم مجلس. يا تبدي لي ملك تبدي. هذا باب ثاني. يعني ماراثون، هو يعني ماخذين السباق، كنا نعرض شليله من هنا حريم ورجال. ايوه كمل كمل. هذا غسالات. هذا باب موجود. هذا صغير غرفة، هذا الطيب، هذا طيب فوطة. طيب يدخل الباب هنا. طيب ليه ما تحطوه ما سمحت، خليهم ياخذون فراشة، يعني تحط هذا مروشة. طيب بعدين يدخل النول. أيوة. هذا يطلب برا. والله لو يدرون بك حقي نكسور ثاني ياخذونك انت وراتبك 50,000. اي كمل. هذا بعدين بعد حاطنا مواقف سيارات. هذا وش هو؟ هذا جبروبة. حلو، ما سيم هذا. وهذا جيب ابو زعل تحرى العشاء. اقول يا مال المدير اللي يدير راسك، يعني ابو دارك هذا، هذا مخطط الصراحه، هذا اسطبل الخيل، ما هو حق استراحة. هذا اشترى جديد صراحه، يطل بعينك.